أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة في إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطي باستخدام تقنية القسطرة لمريض يبلغ من العمر 75 عاما. وأكدت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب في المستشفى وأجريت العملية بنجاح، وقد قاد العملية فريق طبي من الخبراء المتخصصين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، مما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذي قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد.